عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد هارون من شركة بروج العقارية. اليوم جينا نصور لكم شقة مميزة في منطقة مميزة، منطقة بليتلي. هي غنية عن التعريف، هي قريبة من المطار، مقابلنا على طول. مشروع كسريبا هو أحد المشاريع الضخمة هنا في طرابزون، تقريبا مكون من 28 برج، فيها خيارات متنوعة. عندنا أحد الخيارات المتوفرة فيها غرفة وصالة، غرفتين صالة، وأيضا ثلاث غرف صالة. قبل ما نطلع نصور لكم أحد الشقق كنماذج، فنشوف ممكن المساحة الخارجية للمشروع. فأول شيء هنا عندنا، الآن إحنا أمام أحد الأبراج، عندنا هنا مساحة خارجية زي ما أنتم شايفين، في الخدمات المتوفرة، عندنا مسجد بالإضافة لمساحات خضراء وجلسات خارجية وأماكن مخصصة للشوي. طبعا المواقف في يعني أمام كل برج في يعني مساحة كبيرة للمواقف، فما راح تكون مشكلة بإذن الله. وايضا زي ما شايفين ما شاء الله الاطلاله جميله، يعني باينه من الدور الارضي. احنا لسه لا ما طلعنا الشقه، اكيد لما نطلع الشقه راح تشوفوا اطلاله اجمل. ايضا الان انا احد امام الابراج، تفضل معنا نشوف احد الشقق. بروج العقاريه، جمال الدار وأمان الاستثمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وصلنا داخل الشقة، احنا في الطابق الخامس زي ما ذكرنا. مساحة الشقة 206 متر مربع، عبارة عن ثلاث غرف وصالة. طيب احنا الآن في مدخل الشقة زي ما شايفين. عندنا أول شيء، أول مدخل، في المدخل على يسارنا هنا في منطقة، هذه مكان مخصص لدولاب الأحذية والعبايات الله يكرمكم. وايضا ما ننسى عندنا جهاز الانتركم اللي هو مزود بكاميرا عند الدخول. وعلى يمين هنا على طول في دورة مياه الله يكرمكم، هذه دورة مياه اولى، دورة مياه صغيرة. بعدها نكمل باقي تفاصيل الشقة، تفضل معنا. هنا عندنا على اليسار اول شيء الغرفة الاولى، هذه الغرفة الأولى بمساحة جيدة لا بأس بها، لها مخرج أيضا للبلكونة وأيضا مطلة تعتبر على الطبيعة وجزئية على البحر. طبعا البلكونة لها ثلاث مخارج، في من الغرفة الأولى والمطبخ والصالة أيضا، بس احنا راح نشوف البلكونة لما نروح الصالة إن شاء الله. والآن نكمل للمطبخ جنب الغرفة على طول، تفضل معنا. زي ما انت شايفين الدولاب راكبة، كل شيء جاهز. وايضا هنا على يسارنا في مكان الثلاجة والفرن ايضا، وعلى اليمين هنا عندنا مكان البوتاجاز والشفاط ايضا. نشوف ايضا ما ننسى الدواليب كلها مزودة بنظام الهيدروليك عشان المكابح ما تتسكر بقوة. وايضا زي ما ذكرنا عندنا مخرج للبلكونة، بس هذه راح نشوفه من الصالة ان شاء الله. تفضلوا نشوف الصالة. طبعا اللي يميز الشقة بالدرجة الأولى زي ما ذكرت لكم مساحتها، ثلاث غرف صالة، مساحة 206 متر مربع، يعني تعتبر مساحة كبيرة جدا للشقة، ثلاث غرف صالة. والصالة أيضا ما شاء الله مساحة كبيرة واسعة، مساحتها تقريبا 7×6 حول 40 متر مربع. وعندنا هنا الواجهة الأمامية لها إطلالة أيضا، إطلالة جميلة جدا على البحر وعلى الطبيعة. راح نشوف الإطلالة هذه نفسها من البلكونة تكون أوضح لكم. تفضلوا. وأيضا عندنا البلكونة واسعة، مساحة جيدة للبلكونة. نشوف إطلالة البلكونة. طبعا الشقة مزودة بالغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي واصل للمنطقة، المنطقة كاملة، ف يعني افضل من الفحم، يعني راح يكون من ناحيه الاستهلاك. تفضلوا نكمل باقي تفاصيل الشقه. باقي عندنا غرفتين، دوره مياه رئيسيه، تفضلوا نشوفها. هنا عندنا وصلنا الغرفه الثانيه زي ما انتم شايفين، تفضلوا. مساحه جيده ايضا، هذه اكبر من الغرفه الاولى، اوسع، بالاضافه لها بلكونه خاصه، هذه بلكونه خلفيه طل على داخل المجمع وعلى الشارع ايضا. هذه ما راح يكون لها استخدام كبير، بس ممكن نحط اجهزه تكييف الوحدات فنستفيد منها بهذه الطريقه.
واخيرا قبل ما نتوجه لغرفه النوم الرئيسيه، عندنا هنا على اليمين دوره مياه رئيسيه، البانيو الرئيسي. تفضلوا نشوفه. واخيرا هنا عندنا جنب دوره المياه الرئيسيه عندنا غرفه النوم الرئيسيه، هي ماستر روم، مساحه معقوله متواضعه. ايضا عندنا هنا على يسارنا غرفه المكان غرفه الملابس تصير، فان في مكان نحط دواليب الملابس هنا على اليمين وعلى اليسار ايضا، بالاضافه لدوره مياه خاصه فيها، يعني فيها مروش خاص، مغسله وكلوزيت الله يكرمكم، وايضا حتى مخرج الطوارئ حاطينه، فدورة مياه حتى يعني ما تخرب الشكل الخارجي، يعني دورة مياه دائما تكون مقفلة، فهذه نقطة جيدة ايضا. وهذه التفاصيل كاملة للشقة، اتمنى انها تكون نالت على اعجابكم. في نهاية الفيديو اتمنى الفيديو يكون نال على اعجابكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. طبعا زي ما عودناكم جميع التفاصيل والاسعار موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. دمتم في امان الله.